السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ارحب بكم حبيباتي المشتركات والزائرات في الدرس السابع من الدورة التدريبية للمبتدئات ومع أنواع الطيات للقماش قبل ما نفصلوا كيفاش نطلبها. في الدرس تاع اليوم حنناقش معاكم خمس طيات بإذن الله تاع القماش باش تفهموا قبل ما ترسموا الباترون تاعكم تعرفوا كيفاش تطويوا القماش كيف تتعاملوا معاه. في حالة ما مترتين ولا مترتين ونص ولا ثلاث مترات يعني كل طية كيفاش تتعاملوا معها. أول طية حنناقشوها هي طي القماش بالعرض على أربع وقتها نطويوها وكيفاش نستعملوها. في كل طية حنطبقها معاكم ونطبقوها في طور التفصيل وفي القماش ونعلمكم في كل مرحلة كيفاش ترسموا الباترون. أول حاجة حبيباتي كي نشريو قماش كيما هكا مثلا عندنا مترتين قماش بيزو كان ولا أطوال مهم مترتين قماش. كيف نعرفو نميزو القماش تاعنا؟ القماش عندنا الحافة هذه كاين الحافة هذه أحبيباتي كيما راكم تشوفوها هاي هذه الحافة كاينة من الفوق ومن تحت. في أي قماش كان وفي أي نوعية عندنا من الفوق ومن تحت. كي نجيو نشريو مثلا قماش يقيسلنا هكا البائع مترتين بالشكل هذا يسمى هذا هو العرض هذا عرض القماش. هكا كي نشريو هذا هو عرض القماش شرينا مترتين وهذا ماهوش الحافة هذا هو طول القماش. طول القماش هو متر ونص طول القماش متر ونص وعرض القماش هذا اللي شريناه مترتين. هذه هي مثلا حنا حنستعملو كيما قلت لكم في اول درس نقيسو 160 سنتيمتر وانا موالفه قبل ما نقيس 160 ندير ديريكت 80 سنتيمتر على 2 سما نجيب المتر بالطريقه هذه ندير قادره ندير 80 سنتيمتر هكا كيما هكا 80 سنتيمتر ونطويها على 2 نتحصل على 160 سنتيمتر اللي حندير بها لا غوب دو تاعي ولا نقيس ديريكت 160 سنتيمتر ونقص هذاك الطرف الفاضل ونفصل القماش تاعي. اما في حال ما ندير 80 سنتيمتر تعلموا بالطريقه هذه خير 80 سنتيمتر كيما هكا مثلا كيما هكا هاي 80 سنتيمتر هاي ونطوي قد قد قماش على 2 هكا سما هذا اللي نحيناه هو اللي حنفصلوه هذا هو اللي بلحق البدن تاعنا هذا هو العرض هذا هو العرض اللي حنستعملوه حنا كيما راكم تشوفوا هذا هو اللي حنستعملوه هكا على 4 سما هكا 80 سنتيمتر على 2 نستعملوه على 4 بالطريقه هذه وهذا هذا هو اللي حنقصوه هذا هو اللي حنقصوه وحنفصلو به مثلا ليمونش نديرو به طبطين هذه في محا في حالة ما نطويو قماش على 4 طوينا هكا وتحصلنا على قماش على 4 كيما راكم تشوفو هذه الجهة المفتوحة وهذه الجهة المغلوقة هذه الجهة المغلوقة اللي مش حنحطو فيها القياسات كيما فهمتكم في الباترون نجيو من الجهة هذه الجهة هذه ونحطو القياسات تاعنا كيما عودتكم هكا ونرسموا الباترون بالشكل هذا. انا دوكا تخيلوني مثلا اني حطيت المقاسات حطيت المقاسات واني راني فصلت سما هذه هي الجهه اللي حندير بها فيها هذه هي الجهه اللي حندير فيها القياسات وحنفصل. وقت نستعملوا هذه الطيه على 4 كاين نساء ما يحبوش الفصال هذيك اللي تجي غياطه من الخلف يقولوها فصالة باردنا ولا يقولوها في طريقة الداخل في الخارج. كاين سيدات ما يحبوش هذيك الفصالة ويقولوا لك طويلنا كيما هكا ونحب ولا سمان مثلا سمان ما تكفيهمش القماش بالطول ما يكفيهمش القماش بالطول وما يحبوش هذيك الفصالة يحبوا الفصالة هذه وخاصة سيدات كبار يحبوا الفصالة هذه اللي القماش على 4 بالطريقة هذه عادي تحطي المقاسات نتاعك تجيبي نص الكتف كما علمتكم وتحطوا كل شيء وتفصلوا في الجهة هذه وتقصوا هذا ما يخص طية القماش على 4 هذه هي. دوكا نرجعوا
طياي طي القماش بالعود بصح طريقه الداخل في الخارج. كي نحبوا نديروا طريقه الداخل في الخارج كيفاه نديروها وكيفاه نديروها؟ ما نطوي طيه الداخل في الخارج والقماش على ربعه وكيفاه نديروها؟ نديروها في حاله ما سيده غروندو طاي وما يكفيهاش القماش بالطول، لا ولازم نديروا لها الفصاله تاع الداخل في الخارج، خاطرش تتحف هي تتحف الفصاله وتعطينا اللارج من تحت. الفصاله هذه مميزه تعطينا اللارج الواسع من تحت، يسمى نعكسوا القماش ونديو العرض للفوق للتحت وهكذا. كيفاه نديروها؟ نفس الطريقه نقيسوا 80 سنتيمتر على 2 كيما هكا، يسمى هذه هكا 160 وهي على 2 كيما هكا، ثم هكا 80 وكي نحن نفتحوها تولي 160. هذا للاخوات. ونقصوا هذا الطرف، نقصوا هذا الطرف اللي بقى، الطرف هذا باش نفصلوا به لي مونش كيما تفهمنا نبطنوا به. مثلا تحطوا روحكم باللي انا صح قصيناه، وهذا هو القماش. نجيبوا القماش تاعنا على 2 الطريقه هذه، ونفصلوا الطريقة تاع الداخل في الخارج، واني درتها في القناة من قبل، بصح نقدر نعاودها معكم. نحكموا مع بعضنا هذه الحافة هكا، هذه الجهة اللي قصيناها، والقماش هنا بالعرض مطوي بالعرض، وحنديروا الطية تاع الداخل في الخارج. دائما نجيبوا هذه الجهة المفتوحة ما مفتوحة، ونحكموها بليزيباي بالطريقة هذه. الحالة هذه نستعمل القماش على ربعة، دائما في حالة ما طاي كبيرة وما يصلحش القماش بالطول، ما يكفيش للسيدة القماش بالطول. كي نحكموه بالطريقة هذه نطوي القماش بالشكل هذا، كي نفوتو نحكمو الجهة المفتوحة نطويه بالطريقة هذه بالعرض، وبصح طريقة الداخل في الخارج كيما راكم تشوفوا هكا. هذا هو الداخل وهذا الخارج، هذا هو الداخل اللي مغلوق، هذا هو الداخل اللي مغلوق وهذا الخارج. ثم نطوي القماش بالطريقة هذه وكأنها مثلث هنا بالميل هذا، ومن بعد نقصه هنا. ولاني شرحت في فيديو من قبل شرحت طريقة تاع الداخل في الخارج، دوك نحطها لكم في صندوق الوصف وتشوفوها كيف. المهم هذه في حالة ما حنطويو القماش بالعرض وفي نفس الوقت نطويو طريقة الداخل في الخارج. هذه الطريقة تعتمد دينا على قيس الصدر، ونعكسو القماش ونجيبو الجهة الرقيقة الصغيرة مع الصغيرة والكبيرة مع الكبيرة، ونحطو المقاسات تاعنا هذه. طي يا حبيباتي هي طي القماش بالطول ثم طيه على ربعة. كما لازم تكتبوا الدرس هذا باش كي تحبوا تفصلوا تجيبوه وتحطوه قدامكم وتستوعبوا باللي الطيات كاينين 5 طيات، ولازم تفهموا مليح كيفاش تطويو. حنا دوك نطبق معكم هذه الطيه الثالثه فوق الطاوله ونشرح لكم كيفاه نديروها. الطيه الثالثه نجيبوا القماش كما نقولوا، خي هذه هي الحافه، هذه هي اللي تلقاوها في العرض. حنا نجيبوا دوكا الحافه على الحافه كيما هاك، ثم نجيبوا الحافه اللي من فوق مع الحافه اللي من تحت، ونطوي القماش بالطول بالطريقه هذه كيما راكم تشوفوا. هاي الحافه، نحطوا الحافه على الحافه، ها نجيبوا الحافه على الحافه ونطويو بالشكل هذا. هذه الطيه بالطول، بصح ما حناش حنديرو بالتنكيس ولا بالداخل في الخارج، حنطويو ونعين الطول المرغوب. هذه حط ندير لكم الطول المرغوب كيما هكا. الطيه هذه تفتحوا القماش كيما هكا بالطول، الحافه على الحافه، وتجيبوا القماش ثاني على ربعه بالشكل هذا. كاين سيدات يكفيهم هذا العرض للفستان
ويفصلوا هذه يجيوا الجهه بعد ما تكون نحيتي الطول المرغوب تاعك والطرف اللي في بار تفصلي بيه ليموش. اسمها في الحاله هذه الطرف الزايد حنحيوه من الطول مش من العرض كيما راكم تشوفوا بالشكل هذا، وتحطوا المقاسات عادي، هذه الجهه المغلوقه وهذه المفتوحه، وتحطوا عادي هكا وترسموا دائما باترون تاعكم بالطريقه هذه بالشكل هذا وكانكم قسمتوا. سمى العرض هذا هو اللي يكفي السيدات، هذه مثلا كيما هكا هكا مفصلوا هذه الجهه المفتوحه وهذه المغلوقه، والقماش بالطول طويناه بالطول وطويناه على 4 كيما راكم تشوفوا، ونفصلوا هذه بالنسبه للطيه الثالثه. دوكا ننتقلوا للطيه رقم 4 وهي طي القماش بالطول مع الاستعمال داخل في الخارج. اخواتي حابين نفصلوا طيه الداخل في الخارج بصح نفصلوها بالطول، دائما نجيبوا الحافه على الحافه كيما راكم تشوفوا، هاي دائما الحافه على الحافه كيما راكم تشوفوا هكا فوق الطاوله، القماشه الاثنين وتجيو الحافه هنا وتحكموها بليزيبان بالطريقه هذه، تحكموها كامل بليزيبان كيما حكمناها في الطيه هذيك ديال 4 ودرنا الداخل في الخارج. هالمره طوينا القماش بالطول وحكمناه بليزيبان كيما راكم تشوفوا، ونطويوها عادي كيما هكا حكمناه بزيبانجل. نجيبو الجهة دوكا ندوروه، شتي الجهة هذي ندوروها دايما من هيه هكا، ودايما تعود أمامكم الجهة المغلوقة، تجيبو هاد الجهة المغلوقة وتلوحوها على الجهة المفتوحة بالطريقة هذي، تطويو الداخل بالخارج بالطول بالشكل هذا، وتفصلوا بها أي حاجة حابين تفصلوها، روبيت ولا حجابات اي طريقه تخرجوا بها تخرجوا بها. الطيه هاي دوك نحط لكم الرابط تاعها في صندوق الوصف وتطبقوها بكل سهوله، المهم هكا نطويوها بالطول ونفصلوها بالشكل هذا، كي نقصوا نجيبوا الجهه الصغيره مع الصغيره والعريضه مع العريضه. كي تخشوا للرابط تاع طيه الداخل في الخارج راح تفهموا عليا مليح وش راح نديرو في الايام المقبله، راح ندير معاكم درس وبالتطبيق باذن الله. فهذه ما يخص الطيه رقم 4، دوك الطيه رقم 5 دوك نديروها مع بعضنا ونوريكم كيف نديروها. اخر طيه حبيباتي هي الطيه رقم 5 وهي طي القماش بالطول بهذا الشكل. نجيو لهذه الجهه المغلوقه كيما راكم تشوفوا، وهذه الجهه المفتوحه هاي اني حكمتها بليزي بانجل، هاي حكومة بليزي بانجل. اول حاجة نجيو الجهة المغلوقة هذه ونرسمو الباترون تاعنا الامامي، نرسمو هنا نرسمو الباترون الامامي منا وحدو كيما راكم تشوفو. مثلا حطيت هنا عرض الكتف، هذه حردة الابط، يعني مثلا زعما حطيت المقاسات ونرسم حتى له هذا الامام، هذا الامام نرسمو وحدو لهنا، ومن بعد نجي لهنا كيما راكم تشوفوا هنا، ندير نرسم الخلف، نجي للخلف لهنا ونقربكم الكاميرا هاك ونرسمه وحده، نجي هنا ونحط عرض الكتف هكا القيس تاع الصدر ونرسم هنا كل جهه نرسمها وحدها هنا الطريقه هذه. تحصلوا على الخلف وحده منا، هذا هو الخلف وحده، وتحصلوا على الامام هنا. ثم كل واحد نرسموه على حده، الامام نهزوه منا وحده والخلف نهزوه منا، ثم نرسموا الخلف وحده والامام وحده. كاين اخوات يشتيو يديروا كيما هكا وديروا قفاط يديروا روبيت بالطريقه هذه. المهم هذه اخر طيه حبيباتي هي الطيه رقم 5. هاو الدرس
هي الطيه رقم 5، هي طي القماش بالطول مع رسم الباترون امام والخلف كل واحد على حده. وشفتوني كيف درتها. نخليكم على خير حبيباتي، ونقول لكم دمتم اوفياء القناه، وما تنساوش الجام هي تخلي قناتكم تبان في صفحه البحث. بارطاجيو حبيباتي القناه مع الاصدقاء والاقارب في جميع وسائل الاتصال، وما تنساوش تعليقاتكم اللي تفرحني وتشجعني على الاستمرار معكم باذن الله. دمتم اوفياء القناه، ونخليكم على خير في الدرس المقبل ان شاء الله مع الدرس 8.